السلام عليكم أكثر من 800 طالب وطالبة في مدرسة شهيد الثلاية بمنطقة صنا بمديرية المظفر محافظة تعز يعانون الحرمان من وجود جو تعليمي مناسب فالمبنى الذي يدرسون فيه يتغير باستمرار علاوة على أنها مبان ليست مخصصة للتعليم بل بيوت معدة للسكن يزدحم عشرات الطلاب في غرفها الضيقة يفترشون الأرض على أمل تحسن الحال في العام القادم بينما تمر الأعوام ويزداد الحال سوءا عدسة قناة بالقزارة مدرسة الشهيد الثلاية وتنقل إليكم جزءا من معاناة طلابها في الفيلم التالي نتابع ومن ثم نعود آه والله المدرسة مدرسة الثلايا بنيت في عام آه بنيت في عام آه 2007 2008 آه المدرسة كما تعلمون في منطقة صينة المحصاب آه منطقة نائية وفيها انفجار سكاني كبير لنا حوالي اكثر من 12 سنه احنا في شفت الوضع من نفسك مدرسه الثلاثاء آه طبعا المدرسه كبيت كما شفتم قدامكم بيت ازدحام آه قوي جدا آه طبعا البيت لا تكفي للطلاب كامل لانه نمعية فترتين الفتره الصباحيه والفتره المسائيه في عدد طلاب الصباح الفتره الصباحيه والفتره المسائيه تقريبا في حدود 850 880 طالب طبعا معك الصف الاول والصف الثاني في الفتره المسائيه هم ذكور واناث، معك الفتره الصباحيه اللي هي من الصف الرابع الى الصف الثامن طبعا مختلط كذلك ذكور واناث المعاناه الذي نعانيها مشاكل كبيره جدا استحام الطلاب داخل الفصول بقوه بشده كما رايتم قدامكم صورتم بالفصول ضيقه الفصول ضيقه جدا معنا من الصف الاول الى الصف الثاني. بسبب ضيق المدرسه المفروض نفتح صف تاسع، نفتح ثانوية المنطقة بحاجة ماسة إلى إلى مجمع ثانوي مش إلا مدرسة أساسية. اكتفينا بمدرسة أساسية بسبب ضيق الحال، بسبب عدم وجود مدرسة. يعني احنا في مديرية المظفر أكبر مديرية داخل مدينة تعز. وتفتقر في أمس الحاجة إلى مدرسة لأبناء المنطقة. ابناء منطقة المحصاب، منطقة سيناء لا يوجد فيها مدرسة بنين ابدا. في معنا مدرسة بنات، مجمع سيناء لكن البنين محرومين من المدرسة. إيش السبب؟ إيش العراقي اللي تتخذ ضدنا؟ ما إحنا زارين ليش. آه طبعا اضطرينا إن إحنا نستأجر دكان في كما شفتوا قدامكم على الشارع. هذا الصف الخامس وكما ترون هنا الصف الرابع في المسجد لأن المدرسة ضيقة لا تستوعب الطلاب كامل والمنطقة في حالة بناء جديد وعمره جديد والطلاب يتزايدوا كل سنة في أكثر وأكثر، هذه السنة تقريبا 800 وذا، يمكن نجي السنة الواقية تقريبا 1000 1500 طالب، لا نعلم أين نطرحهم، ولا ن... كما تعلمون لا يوجد لدينا مدرسة، ونتنقل من مدرسة لمدرسة من 2007 إلى 2008 حتى اليوم، ونحن أيش نتنقل من آه من بيت إلى بيت. إحنا نتمنى نتمنى أنه يكون هناك في مدرسة عشان الطالب، الطالب هذا من حقه انه يتعلم تعليم صحيح، من حقه انه ياخذ العلم منه الحقيقي، لكن الان بالاسلوب هذا المعاناه يعانيها الطالب ونعانيها نحن المدرسين ويعانيها اولياء الامور، يعني لو تشوف على معاناه وصعوبات كبيره كبيره نواجهها امامنا، لكن رغم ذلك الحمد لله الحمد لله قدر المستطاع احنا نسوي اللي نقدر عليه، قدر المستطاع. طبعا الحالة المعيشية للحارة للقرية في المنطقة طبعا الحالة حقهم ضعيفة جدا لأنهم كما تعلمون حق زي القرية وحارة طبعا بعضهم يقوم بدون صبوح يقوم بدون صبح من حين طبعا يلحق الطابور يكون امه ما, ما عديت لهش الصبوح وما عديت لهش الفطار يلحق مشان يلحق الطابور طبعا يجلس بدون صبح بعضهم في بهم امراض اللي في في بو فقر دم اللي في بو كذا بعض الحين يدوخ لو جلس بالطابور كما شفتم بالطابور قدامكم بالطلاب طبعا احنا من 2008 2007 طبعا احنا من 2008 من 2007 2008 طبعا احنا معانا معاملات معانا اوراق واذا احنا نقر بعد المجلس المحلي فيها طبعا في 2010 2011 كانوا اعتمدوا لي 30 مليون من المجلس المحلي وكنا بنشتري الأرضية كنا في إطار أن احنا نشتري الأرضية هذه كما تعلمون مئة قصبة هنا طبعا بقي نوع إشكالية كذا حول الأرضية وقد إشكالية في 2011 دخل اللي هو المشاكل الثورة والحركة هذه وكذا وانتقلت بعدين إلى بنود آخر مما اضطر رئيس المجلس المحلي إلى تحويل المبالغ المالية إلى بنود أخرى ما التغت المدرسة حتى اليوم لحد الآن ما لاحظت وأنا أتابع وأجري أسقطنا مدرسة هنا في الجنب الثاني هنا جنبكم كما تشوفون ونزلنا مهندس وأسقطنا وكذا كذا على أنه كان في واحد فاعل خير بيشتري بس قال أنا ما أستطيعش أشتري أنا ممكن أبني لكم فصول لكن إن أنا أشتري أرضية ما مش معقول أشتري أرضية ما بستطيعش لازم أبني لكم بناء الآذن في حدود خمسة وتقريبا سبعة وثمانية سبعة وسبعين أو خمسة وسبعين في حدود كذا اللي متواجد. طبعا في غياب الطلاب اللي ما جاوش لان مجموعه كما تعلم قد ربما في فصل واحد 75 كما رايت هذا في اللي هم بالمسجد والفصل الصغير ضيق جدا شفته متزاحم زحمه جدا تاجرين دكان هناك والجامع برضه معنا فصل بالجامع وهنا معنا ثلاثة فصول واضطرينا ان احنا نقسم من سابع من اول الى ثامن الى مرحلتين اساس صباحيه ومسائيه في المساء اول صف اول صف ثاني صف ثالث يدرسوا هنا يدرسوا نفس الاماكن هذه اول واساسيات المنطقه انها محروم من الطريق محروم من المدرسه محروم من حاجات كثير خدمات يعني كثيرة محروم من هذه المنطقة بالرغم أنها تعتبر أكبر منطقة قريبة للمدينة المفروض تكون موفر لها كل شيء لهذا السبب بس ما فيش يعني انتباهات من الجهات المعنية يعني تهتم بهذا الجانب نتمنى يعني من الله أن الجهات المعنية تنظر لنا بعين الرحمة لهذه المدرسة علشان يبنوا لنا مدرسة تمام للطلاب الطلاب يعانوا طبعا من الزحمة زي ما تشوف أنت زحمة كثير الطلاب. داخل الفصل في حدود من 25 الى 30 طالب الفصل هذا اللي هو طبيعي اذا هم دراسه صحيحه ودراسه كذا في حدود من 25 الى 30 طالب حتى المدرس يستطيع يعطي يتابع كل طالب يصحح الدفاتر يتابع كل شيء اما 70 طالب 100 طالب صعب جدا انه طبعا طبعا هنا اذا كان في معنا فصول العقاء هذا الصف الرابع ممكن كنا نقسمه فصلين بدل ما هو فصل يقتسم فصلين اذا في مبنى او في معنا غير لا في معنا مثلا آه مدرسه ممكن يقتسم فصلين هذا آه ويكون ممتاز ولا ما شاء الله المدرسات معي متواجدات بكثره وممكن نقسمهم فصلين وكل مدرس ياخذ فصل وهكذا انا يعني بالنسبه لي كمدرسه اللغه الانجليزيه المفروض ان انني اكون مثلا مثل مدرس الان 71 طالب بصف سابع المفروض ان تكون حق الشعبه 15 طالب اقل حاجه 20 طالب بالكثير علشان اقدر يعني ادي واجبي يعني بنفس الوقت علشان الطلاب يفهموا انا بنفسي اعرف اتحرك بين الطلاب اعرف ادي واجبي يعني نحاول قدر المستطاع ان احنا نحاول نلم الطلاب لأ ما فيش ما فيش ساحه للطلاب ما فيش فصول تلم الطلاب كامل ما فيش يعني المدرسه المنطقه بامس بامس الحاجه الى مدرسه انا اتمنى اتمنى انكم توصلوا رسالتنا هذه الى كل من له علاقه الى اهل الخير الى اي ناس لهم علاقه بهذا الموضوع بانهم ينظروا لنا وينظروا لابنائنا الطلاب بانهم بحاجه ماسه الى مدرسه. اتمنى اتمنى انكم توصلوا هذه الرساله حقنا. وانتم شفتم المعاناه حقنا بانفسكم. طبعا انا اشكر طبعا مدير التربيه والتعليم الاخ عادل العليمي والاخ مدير التربيه والتعليم العام لمدير الشدادي الذي تابعنا كما اشكر سمير آه رئيس مجلس المحلي الذي يتابع آه طبعا المدرسه وكذا بس آه كما تعلم الدنيا في حاله هذه الايام صعبه جدا آه المبالغ والمبالغ الماليه غير موجوده وكذا اضطرنا احنا نستاجر لنا بيوت اما كذا انا بنفسي احس احيانا احيانا انني احس نقص انني ما اقدرش اؤدي واجبي ليش؟ بسبب الزحمه بسبب الوضع بسبب حتى لو تحركوا بيني وبينك يعني مع شدة زحمة الطلاب خاف لعفلوت مع الزحمة ما فيش حتى ما كان استقيم فيه بو يعني زحمة لدرجة ما تتوقع زي ما تشوف لو صورت شي يشوف كل مشاهد كل جهة معنية يعني نتمنى من الله أنهم يعني ينفعونا ويهتموا بذا الجانب منذ العام 2007 تنقلت هذه المدرسة بين أربعة مبانٍ لا يمر وقت طويل حتى يحتاج اليها اصحابها، ومنذ ان فشل المجلس المحلي في عام 2011 في شراء قطعه ارض للمدرسه، وحتى اليوم ما يزال الطلاب يتوافدون كل عام الى مدرسه لا بناء لها، يدرس بعضهم في منزل وبعضهم في مسجد، وكان معاناتهم المعيشيه مع اهاليهم في مدينه محاصره منذ خمس سنوات لا تكفي بل تضاف اليها صعوبه التعليم او التعلم في جو غير مناسب او الحرمان من التعليم. مشاهدينا الكرام للحديث عن وضع التعليم في مدينه تعز ينضم الينا من هناك المحامي علي اسراري. مرحبا بك معنا سيد علي. اوقاتكم. اهلا قناه بلقيس وإختي الكريمه والساده المشاهدين مرحبا بك حدثنا بدايه عن وضع التعليم داخل مدينه تعز وابرز العراقيل التي تواجه الطلاب وايضا العمليه التعليميه بشكل عام اولا جوهر القضيه يكمن في ان الجماعه او الميليشيات ايا كانت نوعها بغض النظر عن هل تكون ميليشيا جماعة الحوثي أو أي ميليشيا أخرى هي في الأساس جماعات تسربت من التعليم لم تكمل تعليمها كونت جماعة إرهابية لإقلاق السكينة العامة والأمن في جميع مناطق اليمن هذه الجماعات أصبحت عدوة للتعليم وتعتبر التعليم عدوا لها فاستهدفت المدارس واستخدمت المدارس لتخزين الاسلحه واستخدمت المدارس للتدريب اما التدريب الطائفي او الجماعات المسلحه التي لا يعني تعمل اي اعتبار للعمليه التعليميه في محافظة تعز بالذات تم استهداف عدد كبير من المدارس وهناك تدمير إما كلي أو جزئي للمدارس خاصة في مديرية صالة وفي أطراف المدينة مما حرم عدد كبير من الطلاب من أن يلتحقوا بالتعليم وتوقفت العملية التعليمية في تلك المدارس نعم. لسنوات في الحرب تم استخدام بدائل كانت محافظة تعز حريصه بان تستمر العمليه التعليميه فاستخدمت بدائل اما من بيوت قد هجر سكانها او في تحت الاشجار او في اماكن اخرى لم توفر لم يتوفر الجو الملائم او المناسب لاستمرار العملية التعليميه عموما كان في البدايه عمليه قطع رواتب المعلمين هو استهداف ايضا للعمليه التعليميه فالمعلم لن يحضر طالما لا يوجد هناك راتب <applause> كذلك استهداف المبنى كذلك استهداف الطلاب الذين يذهبون الى المدارس فهناك طلاب تم استهدافهم اما بالقنص المباشر واما بالقذائف والسلاح الثقيل وهناك ضحايا كثر وهناك طلاب ممن حضروا في مدارس تم استهدافهم الى وسط تلك المدارس هذا بالنسبه الى ما يحدث في محافظه تعز داخل المدينه فهي مستهدفه اما بالقنص او بالقذائف والاسلحه الثقيله او الالغام التي زرعت في المدارس او حرمان الطلاب من مدارسهم كون تلك المدارس لم تعد صالحه لاستمرار عمليه التعليميه نعم، سيد علي إذا ما تحدثنا عن الأثر المترتب على الوضع الحالي داخل مدينة تعز حرمان الطلاب كما ذكرت من التعليم، هذه الميليشيا التي خرجت من الكهوف وتستهدف أيضا التعليم، أكثر من خمس سنوات هؤلاء الطلاب يعيشون ظروف تعليمية سيئة، إذا ما تحدثنا في حال استمر هذا الوضع، كيف سيكون مستقبل هؤلاء الأطفال؟ بالطبع سيكون ستترتب نتائج كارثيه على هؤلاء الطلاب مما سيجعلهم اولا يلتحقون بجبهات القتال وما يعني جبهه البقع وكتاف الا نتيجه من نتائج يعني الحرمان من العمليه التعليميه فتوجهوا الى جبهات القتال او الى سوق العمل او الى الاستغلال سواء استغلال جنسي او الاستغلال في بيع المخدرات او كل ما يدمر الطفل اليمني والمجتمع اليمني بشكل عام الجماعه الارهابيه ميليشيا الحوثي الجماعه المسلحه هي تابه للعمليه التعليميه بل تعتبر التعليم والعمليه التعليميه عدوا اساسيا لها فهي تريد جماعات هي من تستحوذ عليها وتتحكم بها تريد جيل جاهل مثل ما يلتحق مع تلك الجماعه ويتبعها اتباع مطلق ويعبدها عبوديه مطلقه كونه لم يتعلم ولم يكمل العمليه التعليميه هناك مثلا بشكل عام هناك ضغوط يعني حتى في خارج محافظه تعز خارج في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي هناك ضغوط على المعلمين الذين حضروا المدارس بان يجندوا عدد من الطلاب ويذهبوا بهم الى الجبهات جبهات القتال او يرفدوهم بالمال والسلاح مثلا في محافظه اب معلم في احدى مدارس منطقه سماره يقول هناك قيادات حوثيه جاءت الينا في المدرسه على متن طقم عسكري والزمتنا بالتواصل مع الشخصيات الاجتماعيه وعقال القرى بهدف اجتماع موسع لرفض جبهات القتال بالافراد والمال، هناك كذلك حم آه حملات تحريضيه حوثيه تدعو لملاحقه واختطاف كل معلم يدعو للمطالبه آه بتسليم الرواتب. اصبح هناك في مدارس شبه خاليه خوفا من وجود اولئك الطلاب في المدارس واللحاق بهم الى الجبهات، اصبح اولياء الامور يخافون من يعني الحاق ابنائهم الى المدارس والتعليم من بسبب التجنيد وبسبب الاختطاف وهناك إخضاع في مناطق سيطرة الحوثي مثلاً إخضاع الطلاب لدورات طائفية ومن ثم نقلهم إلى الجبهات، هناك اختفاء عدد كبير من الفتيات في خاصة في صنعاء يعني عادة الفتيات اللاتي يذهبن إلى المدارس، هناك خطر يحدق بالطلاب، هناك يعني قنبلة موقوتة في أفكار أولئك الطلاب من استبعاد المناهج الدراسية الأساسية واستبدالها واستبدال بملزمات السيد او او مناهج طائفيه تلك المناهج نه. الطائفيه هي يعني تؤسس وتجذر لعمليات القتال وزرع الكراهيه والفتنه فيما بين ابناء الشعب اليمني هناك كذلك لا ننسى بان جماعه الحوثي استخدمت مجموعه من المدارس والكليات والجامعات لتخزين الاسلحه او لوضع يعني سجناء او مختطفين في تلك المناطق ليتم بعد ذلك استهدافها إما من قبل الطيران أو بأي طريقة أخرى فتم تدمير تلك الجامعات أو المدارس مثل ما حصل في كلية المجتمع في محافظة الدمار هي مؤسسة تعليمية لكن الجامعات الحوتي استخدمتها لسجن المعارضين وسجن المدنيين وخزنت الأسلحة فيها هناك مدارس في البريقة تم استهدافها من قبل طيران التحالف بسبب تجمع ميليشيا الحوثي عندما دخلت في العام 2015 هناك نعم. مثلا في مديرية حيفان منطقة العبوس تم إغلاق أكثر من 16 مدرسة في العام 2016 مما حرم أكثر من 4000 وأكثر من 4000 طالب من الالتحاق بالعملية التعليمية نعم. نعم سيد علي إذا ذكرت عدد من الأساليب التي تستخدمها الميليشيا للضغط على المعلمين والطلاب داخل المدارس ربما للالتحاق بجبهات القتال وايضا حرف مسار العمليه التعليميه وانشاء جيل يتمتع بعقليه ارهابيه اذا صح هذا التعبير اذا اذا تحدثنا عن دور الاهالي في مناطق سيطره الميليشيا ما الذي منوط بهم ما هو دورهم لحمايه ابنائهم مما سيؤول اليه الوضع ومن سوء الوضع اكثر في هذه المناطق؟ بدايه في هذا الامر بالذات وبالتحديد هناك في مناطق سيطره الحوثي جماعة الحوثي ألزمت الطلاب بأداء الصرخة المعروفة لدى الحوثيين نعم. بدل النشيد الوطني وألزمتهم في طابور الصباح الخطورة تكمن هنا ونحن نلاحظ طلاب قد تأثروا بتلك الممارسات الطائفية ويعني غسيل الدماغ كونهم أطفال يتأثرون بما عندهم بما يتم يعني تلقينهم هناك عدد من أولياء الأمور تخوفوا على أبنائهم ولم يلحقوهم في المدارس خوفا من الالتحاق في الجبهات او خوفا من تلك يعني المناهج الطائفيه والتي تنتهجها السلاله الحوثيه نعم. المطلوب من المجتمع طبعا المجتمع في مناطق سيطره الحوثي يخاف جدا من ان يمارس اعمال تتعارض مع سياسه ميليشيا الحوثي، فإما يتم اقتحام منازلهم، يتم اخذ ابنائهم بالقوه او يعني التعامل معهم باسلوب غير قانوني وغير اخلاقي فهناك هناك عدد كبير من اولياء الامور قد نقلوا ابنائهم الى مدارس في في المناطق المحرره وخلال السنوات الاخيره شاهدنا عدد كبير من من أولياء الأمور نقلوا أبنائهم، لكن هناك عدد كبير يظل في مناطق سيطرة الحوثي لا حول لهم ولا قوة، إما سيسلم بالأمر الواقع، وإما سيدع ابنه أن يتوقف من العملية التعليمية ويظل إلى أن تستقر الأمور أو تنتهي هذه الجماعة، وهو الحل الوحيد بإنتهاء هذه الجماعة. هناك خطر حقيقي يمس أبناءنا الطلاب وخاصة. الآن نحن ما زلنا نتحدث عن المناطق الواقعة تحت سلطة الميليشيا إذا ما تحدثنا عن المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية وخصوصا مدينة تعز ما هو الدور المتعلق بالسلطة المحلية ودعم العملية التعليمية وأيضا تحسين ظروف الطلاب في المناطق المحررة وقد استقرت نسبيا على الدولة الشرعية أولا تسليم نعم. رواتب المعلمين بشكل منتظم وهذا يضمن ولو حتى نسبيا استمرار العملية التعليمية توفير الأجواء المناسبة والملائمة لأبناء الطلاب حتى بالبدائل ولكن تكون بدائل مناسبة وبعيدة عن أماكن الخطر وأماكن القذائف أو القنص على الأقل هناك مناطق قريبة مثلا من أماكن التماس يتم قنص الطلاب في الذهاب والعياب أو أو داخل المدرسة مم. على الدولة الشرعية أن توفر أن تصلح المباني التي دمرت وقد هيئت تلك المناطق للسكن والحياة وعادة الحياة لطبيعتها على السلطة المحلية كذلك الرفع بإحصائية وبيانات تلك المدارس من أجل إعادة ترميمها أو بنائها من جديد فالعملية التعليمية تمر بخطورة كذلك الإضرابات المستمرة هذا يؤثر على أداء واستمرار العملية التعليمية مثلا في محافظة عدن وقد استقرت الأمور ولا توجد ميليشيا للحوثي لكن الإضرابات ما زالت مستمرة وهذا يت... ينعكس على سير العملية التعليمية وينعكس على أداء التعليمي لدى الطلاب فالطلاب نعم. هؤلاء يلتحقون بالجماعة الإرهابية وهذا مكمل الخطر الالتحاق بالجماعة الإرهابية كبديل للعملية التعليمية نعم. سيد علي هناك أمر آخر نعم أكمل سيد علي آه الامر الاخر يترتب في آه ان جماعه الحوثي اصبحت تغير حتى اسماء المدارس مثلا في محافظه اب مليشيا الحوثي استبدلت مسمى مدرسه الثوره للبنات الى مدرسه فاطمه الزهراء ومسمى مجمع الصالح الثانويه للبنين الى مجمع الشهداء وذلك وهذا كل هذا في مديريه قبله آه اقتحام آه مدرسه تقع ما بين محافظه تعز ومحافظه ومحافظه اب بالتحديد في العدين نعم. من جماعة مسلحة تابعة لجماعة الحوثي، وأطلقوا النار بشكل عشوائي وقتلوا نعم. عدد من سيد الطلاب علي. وأصابوا عدد آخر من الطلاب والتربويين. نعم، إذا كان لديك سيد علي مقترحات لتحسين الوضع التعليمي داخل مدينة تعز، وأيضا رؤيتك لما يمكن تنفيذه داخل هذه المدينة. يبدأ أولاً من تحسين ظروف ومعيشة المعلمين نعم. توفير الأجواء الملائمة بعيدا عن إقحام الطلاب في قضايا جانبية أو احتلال مدارس أو استخدام مدارس يعني يجب على السلطة أن تفرغ ما تبقى من مدارس لكي تتيح لأبناء الطلاب الاستمرار بالتعليم. وهو السلاح الوحيد الذي سنواجه به جميع الميليشيات بغض نعم. النظر من هي تلك الميليشيات سواء جماعات مسلحه جماعات ارهابيه جماعه الحوثي فهي تشكل خطر على التعليم اعاده ترميم المدارس اعاده بنائها من جديد توفير المناهج نحن نشاهد بان المناهج تباع في الارصفه ويتم حرمان أبناء الطلاب في المدارس من تلك المناهج يجب كذلك عدم الضغط على اولياء الامور بدافع مزيد من الرسوم مثلا من اجل التسهيل وجعل العمليه التعليميه في متناول الجميع نعم. سواء القادر وغير القادر، يجب مساعده شكراً. الاسر الفقيره بان تلحق ابنائها للتعليم. نعم. نكتفي بهذا القدر المحامي علي الصراري، كنت معي من مدينه تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب الطلاب والمعلمون بمدرسة الشهيد الثلاية في منطقة صنة تم رصد في أمان الله